الإعادة. يبدو أنه هشام بشير أردوان هنا الكرة الأولى، ثم من هنا تتضح، لا أعتقد بأنه ما فيه ولا شيء في الكرة الأخيرة، وبشير أردوان حاول مغالطة الحكم بنوزة، ربما حتى أنه احتسب أو تسامح معه نوعا ما في الكرة الأخيرة، وإلا يمنح له البطاقة الصفراء. دخل محمد بنوزة قريب من كل اللقطات، المباراة تندر بأنها ستكون كبيرة، نتمنى أنها ستواصل في هذا الريتم. لعواج سيد أحمد، وجه سيد أحمد دادا الحديد من لطفي عمروش مع محافظ المباراة شعبان عبد القادر، في احتجاج مع الحكم الرابع بلال فعلا. نايضة يرية ليلى وخروج بوصوف خير الدين الحارس السابق لأولمبي المدية، يلعبها بالجهة اليمنى موجود كريم غازي، ويلة من كريم غازي، التدخل من الدفاع دمو والتغطية الدفاعية مباشرة في خط المنتصف بين عناصر المولودية. زدان يطلبها ديرار جواليد، ديرار جواليد يدور بالكرة ويبحث عن الحل ليجده في كورنيا في زغدان، يلعبها يواصل ديرار جا، تدخل عليه بقوة، ما زالت الكرة لصالح المولودية من هناك على الجهة اليسرى، والحكم يتدخل مرة أخرى لفض النزاع وإعطاء المخالفة على بن دبكة، وهذا التدخل على ديرار جا خريج مدرسة النصرية ابن حي بودواو. نعم بن دبكة سفيان تتحدث عن ديرارجا بلال، غادر النصرية مكره. تتحدث عن ديرارجا فعلا، الى مولودية العلمة اين قدم اوراق اعتماده، كان احسن لاعب الموسم الماضي وكان احسن مرر، احسن ممرر واحسن هداف، ولكن هذا الموسم علامة استفهام كبير. سيجيبنا عبد النور على هذه العلامات الاستفهام وهذه الدائرة، اسمها جورمي هداف الرابطة المحترفة الأولى أو ديرارجا مع مولودية العلمة، ولم يسجل ولا هدف إلى حد الآن بعد هذه المخالفة عبد النور، والصعبة لصالح المولودية، فيها لاعب ما زال ساقط على أرضية الميدان من هناك. حتى اللاعب ساقط بلال هو قاسمي، نظن دائما الإصابة على مستوى الرأس راح تكون، يعني ممكن يكون داخ، لأن التدخل دمه قبل هذا في اللقطة الأولى يعني أثرت نوعا ما على اللاعب كاسمي، يعني إصابتين متتاليتين في احتكاك، وليس إصابة، احتكاكين متتاليين بين دمه وقاسمي. فعلا هذه المخالفة لوليد ديرارجا، وليد ديرارجا ستكون دائرية مباشرة نحو الشباك، كما أنه يبحث عن الرؤوس المتحررة على غرار بشير أردوان للإسعاد، الكرة دائرية جميلة لصالح المولودية، والتدخل من الدفاع مباشرة وبقوة عن طريق اللاعب والي بلال في مباراة خاصة، هو الآخر لاعب سابق في مولودية الجزائر ومتوج معها أيضا. وحدة انطلق من هناك، وحدة التغطية الدفاعية سريعة جدا في غياب قاسمي، يكون وحدة هذا عواج سيد أحمد يسترجع الكرة تعود لعواج، عواج من يطلب الكرة في الوسط، فتح اللعب على الجهة اليمنى جورمي، جورمي يحتفظ بها، جورمي خالد يطلبها من ديرار جواليد، جورمي نعم ليلى، جورمي واصل من هناك، جورمي التغطية مباشرة إلى حد الآن إلى التماس، 8 دقائق مليحة عبد، مليحة يعني دخول بقوة الفريقين بلال وحتى الفريق مولودية الجزائر، يعني بالخطة 4-2-3-1، لكن بعد الكرة في آخر لحظة، في آخر لحظة قروي كان أمامه اللاعب صدام حمزة، بقوة صدام حمزة لا يريد أن يلدغ من الجحر مرتين، صدام حمزة بعد أن انهزم في نهائي الكأس الموسم الماضي أمام مولودية بجاية، يريد هذا النهائي للأفراح بحسين داي. هاي الإعادة عبد النور تفضل. يعني الكرة من جورمي إلى قروي، تفطن لاعب هريدة كان في، يعني تدخله كان في المستوى، كان بإمكان يعني قروي يلحق على الكرة وتكون الكرة خطيرة على الحارس بوصوف. تكلمنا بلال على الخطة التكتيكية لفريق مولودية الجزائر، لكن اليوم مولودية الجزائر بدون قلب هجوم، يعني شاهدنا اللاعب مقداد دائما يتبدل مناصب هو ودراجة، يعني يكون قلب هجوم ومن بعد يبدل مع اللاعب درجة، عكس فريق نصر حسين داي يعني 4-2-3-1 وقاسمي في الهجوم كالعادة. الكرة لصالح المولودية ومقداد يضيعها مقداد، الانطلاق للاعب بن دبكة، بن دبكة تعود الكرة لصالح النصرية دائما لوحدة يلعب.